الخارجية وأماكن المعادن الموجودة على مستوى الجمهورية، وفي نفس الوقت إيه الفرص المتاحة للاستثمار في هذا المجال. ثم بعد ذلك احنا بنتكلم على مشروع لتطوير وتحديث أيضا صناعة التعدين، ومنها تطوير القوانين الخاصة بها علشان تجعلها محفزة وجاذبة للاستثمار. فخامة الرئيس، قطاع التعليم بالنسبة للمملكة هو قطاع واحد. التركيبة الجيولوجية في المملكة الأساسية هي الدرع العربي، وهو امتداد للدرع النوبي عندكم في مصر. فالتركيبة الجيولوجية متشابهة، والخبرات اللي عندنا والخبرات اللي عندكم متكاملة. هذه عينات الخامات المعدنية في خامته، يعني أشهر اللي أفضل الخامات في كل منطقة. المملكة 13 منطقة، فاخترنا من كل منطقة الخام اللي مستغل فيها أو الأكثر فيه احتياطا. مثلا هذا خام الحجر الجيري في منطقة الرياض، هذا الذهب في منطقة مكة المكرمة، هذا المغنيزايت في منطقة حائل. كل المناطق فيها خامات الحمد لله ما حب الله أرض المملكة العربية. رحب فيك بجناح دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا تشريفك وزيارتك لنا. احنا مؤسسة الفجيرة الموارد الطبيعية المسؤولة عن عمليات التعدين وتسن التشريعات والقوانين الخاصة بالموارد الطبيعية بإمارة الفجيرة، والحمد لله يعني وفقين. الله يبارك فيك.